سلام بنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اللي اول مره كيشوف قناتي يشارك ويفعل الجرس باش يوصلوا جديد. مرحبا بالناس اللي التحقت بالقناه ديالي والناس اللي قدامكم ليكم كنبغيكم كنموت عليكم الكبيد. غنبغي نشارك معكم هاد البربود الزوينه البنات، الرائع المنفوخ المفشفش البنات. اش نقول لكم؟ غزال غزال البنات، ان شاء الله تجربوا لنا الاعجاب ديالكم. المقادير ديال البنات راها سهله، يعني كيف المقادير ديال العجينه، ولا تقدروا تعجنوا غير الخبز وتنقصوه من العجينه ديال الخبز، يعني المقادير ديالو سهله. عندكم البنات الدقيق، اي دقيق عندكم يعني اللي كتستعملوا في الخبز، والملحه كيف ما شفتوا معايا انا والله العظيم وليت كنقلل الملحه بزاف بزاف البنات، ما بقيتش كنكثرها يعني في كل شيء في كل شيء ماشي غير في العجينه. وعندي الخميره كتبقى على حسب الجو، غادي نعجنها بالماء الدافي كي قلت لكم، غير عجينه ديال الخبز عاديه واحد المعلقه ديال السنيده حبيبات، والدقيق راه تيبقى على حسب نتوما الكميه اللي بغيتو ديرو. صافي كبيداتي، غادي ندير كل شيء مع بعضياته وغادي نزيد عليهم الماء الدافي وغادي نعجنهم في الماكينه. العجينه ديالو كتكون رطيبه يعني بحال اللي بتعجنوا الخبز بالضبط. كيف ما كتشوفوا الكبيدات عجينه رطيبه البنات، ها نتوما تتلصق في اليد يعني مدلوكه مزيان مزيان رخيص على اخر اليد البنات. كيف ما شفتوا معايا عجنتو بماكينه غادي تخليوها تعجن مزيان، الا عجنتو بيديكم راه غادي طبعا غادي يدلكوها مزيان، وما كاين ما احسن من العجينه ديال اليد. كيف ما كتشوفوا معايا كبيداتي، حنا متعودين على بطبوط كنديروه داير، ولكن هنا غادي نديروه على شكل طولي. كيجي زوينه البنات يعني بحال شنو كندير انا، كندير واحد الكميه كثيره وكنديرها في الفريغو وكنخليها مره تيهزها ولدي. الا بغى وحده ولا بغى جوج تيهزهم تيحطهم يعني كيذوبوا من الثلج تيعمرهم، بغى يعمرهم شي حاجه بارده بحال هكاك يعني خضره ولا هكا وتياكلهم. الا بغى يدير فيهم دجاج ولا لحم ولا شي حاجه بحال هكا طايبه تيعمرهم وتيدخلهم الاله ديال البانيني وصافي، تيخليهم في الاله ديال البانيني حتى كيسخنوا تياخذوا ديك الفورمه ديالها، ومن بعد كيجبدهم كياكلهم. يعني كينفعوني هاد البطيطات هادو، وكي قلت لكم تقدروا ديروهم على هكا وتقدروا ديروهم دايرين يعني كل بطبط العادي. وخليكم معايا كبيداتي، هنا من بعد ما كورت كل شيء هكا صافي شديتهم وليت كندير على هاد الشكل هذا على شكل طولي كيف ما شفتوا معايا. خديت واحد خذوا سربيته ولا مهم الكراس ولا هكا فاش كتحطوا الخبز ديالكم تترشوه بالدقيق طبعا، وحتى فاش كتكونوا كتخدموا هذا البطبوط بالدلاك كتكونوا راشين دقيق بزاف باش ما يلصقش لكم. كيف ما شفتوا انا كنخدم فوق الرخامه ديال لابابو، هانتوما معايا وكل شيء واضح لكم في الفيديو. صافي نكمل الكبيدات ونرجع لكم حيت عندي واحد الكميه اللي كثيره وغادي نوريها لكم ان شاء الله في الاخر.
انا كبيداتي خديت اله او مقله كهربائيه هي باش غادي نخبز. طبعا ما خمروا ما حتى شي حاجه بيه، ما كملت هذيك الكميه اللي عندي وبديت كنخبز فيهم. كيف ما شفتوا معايا هانتوما هنا خديت هذه المقيله هذه، يعني مقله عاديه ولا مقله ديال الضو ولا اللي بغيتو. انا كنت باغي نخدم صراحه في هذيك مقله طويله، يعني غادي ندير المهم دغيا غنسالي، ولكن مشكل عندي لابابو صغير ما تنقدرش نحطها بحال هكا، يعني الا حطيتها غتاخدي فوق البوطه فوق لابابو. المهم عندي هذيك كبيره بزاف، هذيك المقله خاصني الا بغيت نخدم فيها خاصني ندير الطابله، خاصني نحطها فوق الطابله عاد كتهز. خديت هذه المقيله هذه واللي عزيزه عليا البنات، يعني كتصلح لي بزاف د الحوايج، نقدر نطيب فيها على شكل طاجين، نقدر بزاف البنات مسمن اي حاجه الصراحه كتنفعني بزاف بزاف. صافي كبيداتي شوفوا وبديت كنخبز فيه، يعني كي قلت لكم ماشي خامر ولكن شويه يعني بدا كيطلع. هانتوما كيف ما شفتوا معايا بما كملت هذيك الكميه راه صافي ولا بدا كيطلع. هنا كبيداتي راه كي كتحطوه كيبدا كيتنفخ وكيجي كامل وهكا منفوخ. هنا البنات كيف ما شفتوا معايا هذا هو الشكل النهائي، وهذه الكميه اللي صايبت، يعني كميه لا باس بها زوينه. كيف ما شفتوا راه ما درتش بزاف ديال الدقيق كيف ما شفتوا معايا وكيف شاركت معكم، وكيجيو تبارك الله كاملين منفوخين كاملين محلولين ورقاقين، يعني ماشي غلاض رقاق، وكيجيو فنين البنات. كي قلت لكم تقدروا تعطيو لوليداتكم هكا وتعمروهم ليهم، يعني المدرسه ولا تقدروا تعمروهم ديروا في الاله ديال البانيني عاوتاني كيجيو شي حاجه اخرى عاوتاني البنات. ان شاء الله تجربوا هنا الاعجاب ديالكم. شكرا لكم كاملين، كنبغيكم كنموت عليكم. شكرا لكم، شكرا على التعليق الزوينه ديالكم، شكرا على الدعم ديالكم، وكنقول لكم مرحبا بكم بالناس اللي تحقوا بالقناه ديالي، كنقول لكم مرحبا بكم والف مرحبا. والناس القدام طبعا راه كنبغيكم كنموز عليكم يا احلى واجمل متتبعين.